بسم الله وكفى سلام الله عليكم مدن يا مروين دعالة أدونك ميل والبو أكدوكتان كسو دو هذا شاكد أيان عوان كينو كردغان مانتا دي الله ودل وكرع لنغو لغي سياشة إيه داود ياشة قيمة إيه قردو وين لحو مانتا وكوب يلاباتنك بشي أفراد لبدا كن يأفر يلاباتنك سيد علي معلن داود محكمة دي ملسو خركاني ملسو جوجيي مثل بسو جوجين شاكد دي واي خران ما يدي كوكو شاكنا مركة سيد علي محكمة داسي دب إن لو كينا لربا صوماليي إلهي بان إذن كل داريني قف حكم لغوري دي وحدنا ماركة يسي معني رعفان وجراء أما أبيل وحا ما أركيس الصومالي دو أيو تقارنو أما في إنجريسيك أبيل وأجرا أبيل كي لقاتي هدي أورنا ماذاي مركاسي كدب توغش إيو دو لسوغا أيو أبيل با حد إيو كو قادن أي ولا ليا العدالة ميا ومد الصومالي يدي أبا الصومالي يد إيو هو يد الصومالي يد هدي قبرنا دينين آسيسي نولاش أو كو قبو haddana markaas kadib bil iyo abaf frinjeer ay ku jirto haddana markaas kadib qofkii inta diyaarad lagu qaado meel kale macnihi uu baxsaday markii Soomaali ay qeylisay ila soo qabtana dil lagu ma xukumi doono wiilkeena reerkiisa ay soo garab istaageen xaq daradaasi walaalayaal cadaalad miya sidaasi islaanimada aan sheeganeyno maxay ka dhigan tahay maanta way adduunyo berina waa aakhiro dulmigana waa mugdiyaal aakhiro intaan la gaarin adduunkan xaqullaahi xaqunnaasa jira bal dulmigan 24 saacadood dhibaato ayaa ka jirta dalkii Soomaalidu way dhiban tahay waxay leeyeen ilaahu noo gargaar maanta oo dhan caawa dhow la duceynaya ducadii aaway marka ma la aqbilayaba maalin ilaahay keeno وحاوية دادك مساجد دادا ويكدو عيان صوماليا سببت الله أقبلي ويوام حي هدول مية تاغن 24-7 فيريا من أب قالع وقنع صداء أيال لدلي وكي ما دي صوت أفريكا كتاكونا الدولار الدون دن أيال نفتي سو قالقا تليه لما أمنك سوغا يؤدلي ننكي دلي ولا صوقبتي ولا دلا يا بالي وانا لو فلين دونا وارك دونتان لكن لول عبد العسيس جاب ناس نينك شيخا او دلي مسكينتا او ولي با نولش لو غوباي الا يا هاد الكيس كده ولا ميرميرينايا يدو شيغو ميل ان لو شيغين او ايغونا لو ايتال شيكتي مركا انغ هران وحان ادي كوغو شيغني ولاليالو معني كيس كان إن إسكدبو وريق لقليا للدون يابان إذن دحني حاجة دان إن إسكدبو وريق لقليا الرباء دا عد لغا ما أهن ماركي سيقف كان إن شقل لغا قبتل لمربو there is a snake in the grass هذا با أحد إلا صور دافي أيان لايف إذن لو داقي وحان إذن دهي نمايهو سيد علي أو حكم كاللغور دي دلك أه وحال الربا إن محكمة دب الله كانوا قيل الله باربارو سيدا سال الربا يان كل هاي هو سال الله وده شري سيدا سان إذن لو ذاكنا هذه أي شقين ويدا ورقد قدونك محكمة ده قدري نك أبجال وبرشر كلا صاري وحال الربا إن لقى شقي سيو نك رعفانك أو وقت جيسو لما ضيع يعني إذن هاي مصاب حذي مثل مصاب حن ويفير فيريين ويركروجين ما لها نجاي نضاودين waxaa u soo baxday in racfaanka la maro oo la yiraado ninkii racfaan bay qaadatay hadaba maxay rabaan inay sameeyaan hadda ninkii horta maxkamadda waa la keenay Soomaan waxay doonayaan in ay dhahan maxkamadda racfaanka way burisay xukunkii hore ee dilka lagu riday Sayid Cali Macalin Daud Qoobey sidaas ay soo wadaan waxay ku leeyeen waa dhal culimo dhal culimo ما هنا هدي النبي محمد أو كنا لاي هدي قف قردرة أو كدشو النبي قاعد لاي مكافو جنيسا
فاضمو رسول الله أيوب تصالح أسوقات رسولك أويري هدي أيو حضو قعنت على جوي له النبي بعد الله لما دي لهين مركا سومالي ذا موقت هاي مركا قرت أي قبطه ما له يكور وريقتا وحي كل هذا هاي أما وحي كل هاي أنا قد دل علمان هاي أنا قد ماركيس وريلاهي كعب سدات رادد ورا أنا قد دل علمان هاي دين تو أجن هاي ساسان هاي ماركيس آخره ما ديجا سوت جابي ما دا صار أركي ورا أديجا نفط هذا قبرك جلي سال ما بتر أبها هدي وإلو جنية هاي أدوغنا إلو نار آتاي كم بد بعدين كرو نبي محمد كم بد بعدين كرو هدي أدوغو أب فلين ويدت معني حق الله حق الناس إلا وضع الوجه حيصو مهن مارك هدو حي كليهين مارك يسي سيد علي مارك يسي معني للعلم الموائي وحان كمسورو وروحان كمسورو دمحيطاي دمبيغان ووبر دعي وقال عديي وابا الحكومي قرطو وركا عن شيغيني وحان رجيني يا إنو صوبحي وانا الظلم عظيمة من مارك يسي دل توقشا لغو حكومي رعفان قاطي رعفان كي كعلا ماضي مارك يسكدب إن قيل لو باربارو ماشان عدالات مطال محان مركا أولا إيهاي نكان دل توغشا إن لغا بدبادي عربا وحان أولا إيهاي دليل عد قرطة محكمة در رعفانك يمد قبل كمداء أود بدن مركا الشرعي آن أفير سنو رعفانك أود بدن رعفانك داي تلادو ميا نكان الدنب مالها لسيد دايو فنيتا لموزيكا محكمة دي رعفانك يا فردية مركا نين هبر قدر فردية ninka maxkamada go'aanka iska leh ilaahi ba go'aan kale ee loo dhiibay waa nin habar gidir marka marka qorsho la isku soo toostoosiyay oo laga soo shaqeeyay oo dhusuma reeb qareenki xataa uu u safray la og yahay xalane oo intaas wax la isku soo xirxiraayay oo naar loo bareeray ayaa meesha yaal anuu marka qof walba oo Soomaaliya waxaan rabaa inaan dareensiyo anuu waalid baan ahay nafsadeedii gabdhana way la dhasheen marka ay samaynay gabadhu way dhashay oo waxa weeye wayna ii dhaxda Soomaan anoo ma iska soo qaadaya sida rasuulka uu yiri naftada waxaad u qaadaa yaani nafta walaalka waxaad u qaadaa adiga taadi waxaad u qaadi lahayd Soomaan anoo ka soo qaadaya qof walba oo aniga i daawanaya hadda oo meeshan ku jira ama i dhageysanayo ma jeclaan lahayd gabadha adigu aad dhashay ninkaas oo doonta inaad siisid markaas ka dibna nolosha intuu ku gubo iyadoo uur leh oo kharajiyo haddana ma arkayse macnihi hukumki dilka aha laga noqdo adigu ma jeclaan lahayd way waxaan akhrisanayna laba body language macnihi laba jir luqadeed ayaan akhrisanayna sayid ali macalin daud maantay maxkamada marka la keenay walaaliyaal qof xabsi ku jiray oo murug ay ka muuqatay ma u muuqday ilaahay ka cabsada mise nin mooleysanayay oo dhaldhalaalaya oo ma arkayse macnay shaxshax iyo barwaaqo ku jiray buu idin la muuqday Soomaali baan xukunkaas u dhiibay inta sawirkaasi aragtay dad waxa jira ilaahay aan u soo galin inay wax arkaan oo in dhool ilaahay u ka dhigay idinka u sharaxay walaaliyaal ninkaasi ayaantii dhawayd iyo hadda mideeb uu ayilan yahay mideeb uu nuuraya mideeb uu barwaaqo macni jirkiisu ka muuqataa gormey macni walwal mahayo waxba kama muuqdo hadda ma fahmaysa waa qof dil lagu xukumay waa sida normalka qofka marka dil lagu xukumo walwal iyo maarkaysa waxba ka muuqana haara ayuu yeelanaya waa waxaan ognahay waa hore marka waxaan kuugu sheegay war ninkan mukayfu ku dhex jira waa loo raaxaynaya horana waxay u dhahayn lacal hadii la dilayo xataa waa in gabadhaan dhowr caruur ay dhashay ninkan waa in uu soo bareejeeya marka ay bareejeeyeen markaas ka dib la dili kara lacal hadii la dilayay ay dhahayn aan ku dhahay mana qarsanin oo idaacada yimaadeen lama dili karay dheen Sayid Cali waa wiil saleeban ah hada ma fahmaysa sidaas ay dhahayn waliba way tookaysoona waxay dhahayn abgaal waxay dileen hal dilay anaga kaliya maxaa loo dilaya هذا ما فهميسا هذيك الدنبك اعقشا لغو قادنو كاسنا ولغو قادا ايا مركز كستو يا هاتبا صوماليدو معني وي عبطا دولد لآن رفاد
iyadaana dibka isku haysa cadaalad darada Soomaaliyeey macni hadaan garab isku siino hormar miya la gaadaya nabad miya iimaaneysa gargaar rabbi miya iimaanaaya ana ila maahan markaas gargaarka shuruud u leeyahay inkastoo jaahil aanahay sida culimada diinta islaamka loogu haaraan gala aan ka dhageysano sayid cali malla keenay maxkamadii sida aan sheegney sheegadii haa iimaaya haddii la keenay muxuu yiri marka wuxuu yiri anigu anaaba dhibane ah waana la idulmiyey sheekada sheekay keentaa markii saddexaad aan ku celinaa sheekadan intaan life ku jiray dhulkan digli iyo miriflaha degan yahay oo qowmiyadda maylan iska leedahay beeraley bay u badan yihiin dabcan xoololeyna way leeyihiin marka beeraha galley iyo digir iyo ayaa lagu beeraa iyo misaga iyo waad ogtihiin iyo qara iyo barwaaqo marka koonfurta soomaaliya inta badan beeraha qaarna way isku furan yihiin qaarna kuwa duurka u dhow waa la oodaa waxaana lagu owdaa bood ayaa lahaa ood si cayayaanka aanay usoo gelin xoolaha aanay usoo gelin aanay u cunin bahal la yidhaahdo marka yaadayaado ama caano qub bay u yaqaanaan dadka qaar qaarna waxay u yaqaanaan kashiita ay u yaqaanaan ayaa beeraha dadka ku dhiba beeraha marka habeenkii waa la waardiyayaa hawl baa lagu bixiyaa irsaaqada marka ninkii isagoo galleydiisii caano qubkana ama yaadayaadada markay ka dharagto beerta xaasidnimay u jajabaysaa iyadii maroodigaa isku mid ah marka kashiitaa soo galay ninkan beertiisu waardiyeynayaa kashiitii wuxuu bilaabay inuu jajabiyo galleydii iyo markuu ka dhargay iyo digirtii wuxuu damcay marka ka burso ninkii ilaan beerta isagaa le moogta haa ka bursuu maagay burintii haddee odaygan qodxaana lagu soo taagay suuga garba siman teedhisabanno shilkayaal ayaa afka loo soo geliyey caano qubka u dhib badan wuxuu leeyahay ma arkayse qodxaanuu leeyahay hitchok si kastoo ahaataba ninkan burso markuu maagay dayaxaa jira iftiin weeye caano qubkii dhufaysu u galay shilkayaal uu soo aadiyey suugad wuu soo jeestay bal isagaaba lasoo bursaday ninkii beerta lahaa ayaa lasoo bursaday suu u soo ordaayey boodkiiuu ka soo booday beerta bannaankeeduu ku soo dhacay caano qubkiina beertii uu ku haray marka wuxuu yidhi maay beer daagi baa ane ahaa yacni kii beerta daaqayba ma aniga raaweyn hadday ku haysata waa shabeeladaas hoose iyo digil iyo mirifle dhulkiisa hadda yacni intaa cashuur la daldhigo shabaab nimankii hawiye baa hadda marka 4,000 laga qaado dhulkooda lagu iibinaya annagaa ka bax meesha marka ninkii wuxuu yidhi intuu beertiisa wah uu yidhi wah siiba reer maylan markay yaabaan wax ay dhahaan ama farxad ama yaab wah maay beer daagi baa ana ahaa uu yidhi oo kii beerta daaqayba ma ani beertiisi wuu ka soo qaxayee banaanku ka joogaa kashiitii la rabay in laga buriyo beerta ayaaba soo bursaday banaanku ka yima beertii waxaa u haray yaadayaadadii maay maay uu yidhi maay beerkeligiisa maay sirogarona maay hadda marka sheekh cabdilcasiis iyo reerkiisii waxay joogaan maay yaad laga yaaba dhibkaysana waxaa sidaas u leeyahay ninkii dhammaa ee wax gubay wuxuu leeyahay
سيد علي معلن داود وحي الى انا قاعد بناء راكي وحي لي مكة الشيخ عبد العزيز ماي وحي وحي لي انا قاعد بناء وانا اللي الدلميه هدنا وفريسان يهي جيميس وطا معنيه ما شاء الله كم كيف وكسو بحي وراحيستي ومواليستي انا قاعد بنا ويري محاكو سعي تمركا حلا يقسيو مكتي دي وهذا اللي الدلميه بوتاقي وهذا اللي الدلميه محي تاي كينا سو سعدا بربر كان واحد عاي تاريخ لسيدة عنكو هينو من رير حمراء الحمر كسيد رمان هذا هو يقعد من رير حمراء مركي اللي جوه بسنة يسجاشني كودي أيها هبر قدر حافظ يكوه بس الحمر ويني وحال يري ما أنت جات كاسوق على يسجي أذا كان مركو حان كقعدنا ويل ودلايها جوا مرك وحال ويل أو مود يو نيو أمني جم في عنا قريان كوه هينا هبين كي أدسكو أرديه سيد توجد مرك يكون صور دعانا أدسكي علي سيد وحير أنا قري مرة بي أنا قري سيد لو جم مكساي أنا قري مرة بي أنا كسان لا إنا أنا ولا دار ربا وحاسي ما تشرين بالليري وتشي إلهي وتشي كشان قري وحان كسينا إنا حال حب هدي اللي جريدو توج أنا معني حافظ على قري كسو أجن وأنا إن قبلنا أنا حد حد ويكون بتباديان سوي أضيقي والجلي دلقي أبو كانان سقوق سندولا ما تقنا دمنا ديدي كرتيد قرقي ما قواي AK 47 قيمة أوجوجو شنجبار كي سيكسيه لعكتي مركي كقاتين قرقي وحيد يا حي يا إنك لكن وين تجابي ساعة أنا ما كساي أنا ما طالن كري ويل كاجا ما جوجوها لما لدبا كان فولينا ويل كاجا حبت كري داعي هل حبه enough سلاسي مياها ويل كيا ماركي سامعني فيروس كسك عادي واي ويلكي ويلي معلو ها ابي كاي دك 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 دبقي على فوري قري عن قبه ها ها هل حبي وقليين بش كر اريد بس وفي عيني يعني. هي قري عن قبتها وبيجي ماركي شو اللي قصوا تري هبين كنين موريانا وسوق سوق يلاي dadka u dhacay niman xareefeen ah luuq intay markaysay macnihii ay u galeen soo dilay oo wax ka dhacay kaba iyo macuus uu ka furtay oo adeenki labaad gaaday oo dilay odaygi waaga markuu qarxay albaabka loo soo istaajiyay meedki baasa ku jeexan moqt oday ahmed day ha adeer ha adeer wiil nin aan naga soo dishayn xalay ساندد ودلني حالي أردن أنا جورجاني كما بحن ما عشيه حتى مجارين ما خلف كيسان وحراني لا هذا روح اسمه شر علي أنا جويل كي يجي مقدم بوها مساجد بوك قدم يجي بحوي أدين كان نجد لي نجس وجر بحدة والله يقول اسكت در سمي حسان ودلي ما أركي سسا باسا كويالو سا اذا دلي هل حب الله ردو يري حبضو ويقلق الله عطا مركي بحضو قفك مركي جيركي سقشو يعني ترويرسي ديشا
حبضة معلي حبضة أنت أكيري ديسي شلي قرية بركة بروبيني سي شلي قلب ويبحضي جركي سي قشي ويكور وريقتي حبضة سيدي دي بجرها دي تابطه ويكور وريقتي ويكون مو مرأي سي ها مركة ويشرشر طي اي حبضة كرة اللي قمي ما يكرة دي اللي قادو فوق انتو كي ماذا كر حقول نعا هوس حبضة كرة قادو ردين مساجد كيسوي قلي ربا ايه كل عضي وينكور وريقتي شن دي لك قاعدي هذا مفهوم ايسا دنبنا وحالوغان لكي حبضة اكور الدين يقرقين وقاعدنا ينا يلي ننكاس سيلوغ قلي قري يوردنا لك الوري سيدي لشيقاي مركا يعني وحان صاح سوستي تي مركا انا بردي بنو يري ولا لي المركا اسقلاف كو حان ايغينا فيرس كو دو جدان وقت بدن معني ما هيو اسقلاف كو حان ايغينا سيد علي هذا الذي سي مركا وي جو باك سيد علي ما انت وحو يري انيغا انا دبنا انا دب لي جيستي انا بدبادين اي حاسكيغي منجرو قف حاسكي سي عرورتي سي دلايه سداسو يري هران محو داي توكدي هره غوريغا انا غوباي وا مسيري marka gurigi uu gubay ay ku dhex jirtay ay ku gubatay Soomaan sabab kale ma uu ku gubatay oo baqirtay waa tan xukunka keentay in dil toogasho lagu xukumo Soomaan wuxuu leeyahay haddana haaskaygi waa badbaadinayay waa jacelahay nin haaskiisa caruurtiisa dilay ma jiro been uu sheegay maalin kasta dad baa haaskooda iyo caruurtooda dilah maalin kasta naago ayaa nimankooda iyo caruurtooda dilah xala u dambaysay habeen horan dhilaha magaalada muqdisho naag baa laba xunuq ay dhashay oo afar jirro iyo laba jirro ay ku qashay nin baa naagtiisa dilay nin inaag hore isu qabay baa baabuur iyo uraay lagu arkay nin kaaraan degan baa gabar saleeban ah ilma ka dhalay oo soo koriyay wiilasha markay xoogaysteen bireeyay odaygi islaantii labada xunuq ilaa hadda lama hayo marka horta nin naagtiisa dilayo مجرو يا عرورتي سوا بن قلب كاس ما عليك كاست معني يوروب يا امريكا يا افريكا ناغا ايا نمن دله نمن ايا ناغا دله معني ضد با عرورتو دله وي جيران هرت ما اركايس ميداسي وا او كو قلدي سيد علي لكن وا انو دحاي اهيد انو ناغتي دي عرورتي دي مدلايو ساسا اسحمي ميد لبااد سي سوق قبان كرتا شيدالا دونتي وا مسيري gurigi ay ku dhex jirtay iyadii caruurta baa ana gubay iyo hadda markaysa anaaba la idulmiyay dibana ah markaysa macnaheedu waxba ma geysanin hal ayga soo garbaxsay isu qabata Soomaalida su'aashaasi ayaan dul dhigayna waa hadal taraweersa ah halana wuxuu yiri abukaataha yaani shariicada islaamka ma waafaqsanayn xukunka qofkii qof gubay anu madhi karo hal gubo sidii wax u gubaa loo gubo ilaahay inba wax gubi kara shucuulimada aan u deynayna laakiin qof nolosha qof laba nafood qof calool ku jira ilaa uu abuurna cunuga kale afar bilood uu dhaafay shan bilood waxa sida la sheegay gubay iyo markay saxaaskii si gubay xukun dil ah lagu xukumay hadana sharciga islaamka ma waafaqsana in qisaas la sameeyo xalan aan ka hayna okay badi language waxaan u noqonayna sheekh abdul asis wajigi sumaha ka muuqday ma farxad ba ka muuqatay mise muruga ka muuqatay hadaladiisa muxuu ka soo gaagaabtay muxuu ku sheegay wuxuu ku sheegay in lala fariistay ayaan dhawayna macallimadii waatay u lahaa wajiga waa lagu furaa waa xaqiiqsanaysa waa tooganaysa uu qoslan ku dhahay maantana muxuu ku dhahay isaga waana la fariistay in cadaadis la saaray meeshaas ka aragtaa waxaan ku dhahay gudoomiyaha maxkamadda ninka abgaal baaba cadaadis la saaraan ku dhahay daraad marka sheekh abdul aziz hadal wuxuu ku soo koobay waa cadaaladaan sugeyna ilaahay xaqiisi cadaaladaan sugeyna hadal kale uu dhii waay wax kale ma sheegin de muxuu sheegay macni wuxuu ku sheegay kaliya in la fariistay yaa la fariistay inoo sheegay cidii la fariistay عند الله يسويل كان الدنبيل ما أهن والله هدان كان ليالين هدان سيدا ليالين يا وهذا ريمي كرتا
marka walaalayaal horta markaysay macnahe xukunka sayid cali waxa weey wuxuu tusaale cad u yahay dhamaanteena daarood iyo hawiye iyo dir iyo digil iyo mirfa iyo dan wadaag iyo cid walba oo markaysay gabar laga guursan doono iyo cid walba oo markaysay macnahe gabar dhiibi doonta iyo inta hadda laga qabo dhamaanteen waa waxna taabanahay shanta qaaradood haddii xukunkaasi sida uu yahay loo fulin lahaana maanta ninkaasi la toogan lahaa maadaama maxkamadda ay xukuntay waxa weeye dad badan oo hadda badbaadi lahaa way badbaadi lahaayeen laakiin haddii sidaan ay ku socoto badbaadadu way yar tahay waxay tagaysaa qof walba xaniyaaga fuul sharci ma jiro haddii ma arkaysay macnihii waxdishid had walba isbixi haddii macnihii xoogoo itaal badan tahay ama tolkaagu ama macnihii yah cid ku dilaysaa male maxkamaddii ilaahay keliya ku jiida waay si kastoo ay ahaataba qofkii qof dulmiyey isaguna waxa weeye ma ladaayo adduunka iyo aakhirada aakhirana waxa weeye siraadkii mugdigaa sugaaya qabriga oo mugdigaa sugaaya ilaahayna maarkaysa wuu ka hadlay xadiisul qudsi waanu garanaynaa rasuulka sida uu sheegay qaatamul anbiyaa sala allahu calayhi wasalam marka qof walba oo soomaali ah iyo muslima luuqadaydi fahmay waxaan u sheegayaa iyo bani aadan kasta in dulmiga iska ilaaliyaan xitaa xayawaanaadka inaan la dulmin bani aadan iskaba dhaaf adiga dulmi iska dhaaf adiga haddii lagu dulmiyo waa guulaysanaysaa laakiin haddii aa wax dulmisid warwar iyo wahan iyo cabsi minallaahi xaggee lagaaga soo dhacaa xaggee intee dhibkaasaa ku qabsanahay ma cabsanaysid ma tiiraayoonaysid ma wahminaysid haddii adiga lagu dulmiyo dhib lagu geysto si kastoo ay ahaataba laakiin waa lagu imtixaami karaa si kastoo ay ahaataba horta ma arkaysay maxkamaddii way furantay ma la inkiri karo waxaan u gudbayaa magaalada muqdisho xasan sheekh maxamuud shirkii golaha wadatashiga qaran waa uu banjaray horena waan kuugu sheegay xasan laba daran mid doora haysata laba daran mid doora ayaa haysata hadda wuxuu leeyahay abdaala casiis lafta gareenow si kastoo macnihii aan isu caynay niyow adigaa ma arkaysa garaadkaagu sarreeyey adigaa garaad ahee maslaxad 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 bal deni wuu maqan yahay bal kuwaan kale haddana bal xoogoo isku keen soo jiijiid horta xasan sheekh maxamuud sidaasuu ku baroortamaya anu waxba kuu qarin maayo warbaahintana loogama baran inay wax qariso isagiya wuxuu leeyahay maslaxad 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 warka waa uu ku dhacay baan u malaynayaa wuxuu taagan yahay maslaxaan rabnaa now ma arkaysa macnihii noo kala garqaad heshalay soo isma caynin soo imaadan dhihin ma arkaysa macnihii dameer baa tahay anna dameer dameer dhalay baa tahay soo kuma dhihin aa iska dhaaftaa siyaasad waay lafta gareenow adigaa garaad duulaan soo iguma tihid maya hadda ma fahmaysaa adiga dulqaad yeelo ani marka waxaan la yaabay sababta ma arkaysa macnihi digli iyo mirifla mar walba dulqaadka ugu badan iyaga keliya dulqaadkan laga waayay dir dulqaadkan laga waayay daarood dulqaadkan laga waayay ahwiye sababta digli iyo mirifla keligiisi macnihi dulqaado loo leeyahay marna loo caynayo marna macnihi isagoon duulaan lagu yahay marna macnihi dhabarkaaga aan fuulo macnihi jaranjar ii noqo anigu waan fahmi waayay hadda ma fahmaysa aniga midaasi aadaan u fahmi waayay wax iga dhaadhiciyana ma aqaano islaam allow iyagaaba luuqadda maxaa ku wada hadlee deni may u tagaan waay lafta gareen oo duulaan lagu yahay oo ma arkaysa baraw lagula dagaalamayo afgooye macnihi lagula dagaalamayo dhulkiisa duulaan lagu yahay intii isagay inta la degan digli miriflaha la baabi'inaayo haddana adiga le naga ergey yah sheekadaasaa taagan xasan sheekh maxamuud cabsi weyn baa soo food saartay markii hore xisaabuu isku dhidhibsaday xisaabtaasoo ah laba sano waxaan waa ku gabagabaynaysaa labada sano oo dambana adoo dalka macnihi xukumaaya ma arkaysa waa istareexaysaa laakiin waqtigiiaa ku yaraaday labadii sano way ka dhammaatay labadii sano ee dhinayd ayuu lugta geliyey haddee sanadka ugu dambeeyana waa kambayn tendhadiina ma arkaysa lama huraan inay tahay baa hadda usoo muuqatay wuxuu leeyahay nimayow doorasho dadban iyo mid toos ah labadaba awel doorasho dadban maba ogolayn dastuur uu meel marsaday wuxuu doonayay doorashada qofii cod inuu ugu jiido labada kun lix iyo labaatanka hadda laakiin wuxuu leeyahay war mid toosa ee mid dadban midday ahaataba ee nimay horta mar aan isu imaano islaam allow ma la qarxin rabaa islaam allow ma la sumayn rabaa sixirkii miyaa buray hadda ma fahmaysaa macnihii sasabasho iyo sidii sideed